تعد المملكة العربية السعودية من أبرز دول العالم التي حرصت على دعم رياضة الفروسية والحفاظ على الخيل العربية على وجه التحديد، والتي تجد اهتماماً كبيراً من محبي الفروسية في السعودية. وتعتبر رياضة الفروسية من أهم وأجمل الرياضات لدى السعوديين، ولديها عشاق كثر من الفتيات السعوديات واللاتي بدأن يشاركن في رياضة الفروسية في المحافل الوطنية والرسمية. شاركت في بطولات بس داخل المملكة، بطولات محلية هنا في جدة. الحمد لله شاركت تقريبا في رصيدي 14 بطولة، 5 بطولات منها حققت المراكز الأولى، ثاني، ثالث، رابع. أهم بطولة كانت لنا وأول بطولة نسائية رسمية تحت مظلة الاتحاد السعودي كانت في الرياض برعاية الأميرة فهدى آل سعود في استضافة جامعة الأميرة نورة، حققت فيها المركز الثاني من أصل 70 فارسة. الأسبوع اللي بعده كانت البطولة دولية، جونا فارسات من الكويت ومن الإمارات، وفازت فيها زميلتي في نفس الفريق دعاء فيض، أخذت المركز الأول. آخر بطولة شاركت فيها كانت في المطبقاني تحت رعاية الأستاذة أروى مطبقاني، شاركت في شوط المترو مترو 10 وحققت المركز الثاني الحمد لله. تربعت الخيل العربية السعودية على معظم البطولات العالمية للفروسية، الأمر الذي جعل الفارسات السعوديات يطالبن بدعم أكبر سواء في المسابقات المحلية أو المشاركات الدولية. إحنا كفارسات بنبذل مجهود مرة كبير في التدريب، وبنمتلك خيل، وبندفع تكاليف إيواء ومدربين. كل اللي نحتاجه بطولات تظهر مجهودنا، هذه بطولات تساعدنا ان احنا نبين قدراتنا. نتمنى باذن الله الدعم القادم باذن الله الفروسية النسائية، خاصة البطولات اللي تحت مظلة الاتحاد السعودي. احنا محتاجين دعم من الاتحاد السعودي بتوفير مكان للفارسات، بحيث انه يكون لنا المكان المناسب انه نجي نمارس هوايتنا وننمي مهاراتنا ونوصل للاحتراف وللعالمية. لازم يكون في مكان، لازم يكون في مدربين كفاءة، وهذا الشيء لازم يتم تحت مظلة الاتحاد السعودي. في أماكن كثيرة واسطبلات كثيرة بتستقبلنا إحنا الفارسات، لكن إلى الآن ما في نوادي خاصة لفروسية نسائية تماماً خاصة. أبرز مشاركات الفارسات السعوديات تكمن في بطولات السرعة وقفز الحواجز والتقاط الأوتاد. نتمنى إن شاء الله بإذن الله مستقبلاً إنهم يخصصوا أماكن لتدريب الفارسات. الفروسية فيها كذا نوع، في قفز حواجز، في التقاط أوتاد، في قدرة وتحمل، في سبق، الأغلبية قفز حواجز. بروح كمبتدئة أتعلم الثلاث الطرق اللي هي الووك والتروت والكانتر. أكثر ما يطالبن به العديد من الفارسات السعوديات هو الدعم والتطوير الدائم من الجهات المسؤولة والحاضنة لرياضة الفروسية. لمعالي المواطن خالد الفرحان، جدة.